السفر هو مدرسة الدعاة. السفر كيعينك على مشاهدة آيات الله من اختلاف الألسنة والألوان والعادات والطباع حتى المجتمعات والثقافات. السفر كيعلمك التواضع والإنصات والتأمل، وكيربطك بالطبيعة، كيربيك على التوكل على الرزاق اللطيف، وكيخليك تحس بالأمن في جنب مولانا لا في كنف العشيرة، وحماية ذوي القربة. ثم هو مسافة كيخليك من بعدها تعود النظر في علاقتك مع الأهل والولد وحتى الأصدقاء. السفر كيخليك تتعرف على نفسك وعلى ذوات أهلك. بطريقة ما ستدرك وتتيقن أن كل اختيارات الله صالحة لك، حتى وإن كنت لا تفهم كاع الأسباب ديالو. بطريقة ما ستدرك بلي أنه الطريق اللي اختاروا لك مولانا كان أفضل 1000 مرة من الطريق اللي بغيتي انت لنفسك، وبلأنه الباب الذي أغلق في وجهك كان من مرا شر محض، وأن اليد اللي فلتت يدك ما كانش كتناسبك منذ البداية، ولأنه البلاء الذي أنهكك لم يكن سوى رحمة مهداة، وأن انهيار الأسباب من حولك ما كانش بديك القصوى اللي كانت كيسحاب لك، إنما هي سنة الله في خلقه، وأن الأمر الذي جفاك النوم من أجله ما كانش كيستحق كل هذا، ولأنك تقلقت أكثر مما ينبغي. بطريقة ما ستدرك أنك لست مالك أمرك، وأن أمرك إن ضاق واستضاق فله رب هو أولى به، وأن الله رحيم، رحيم بالقدر الذي ينجينا من شرور البشر وحتى من أنفسنا حين لا نقوى عليها. وصباح الخير، صباح النور. أنا عادة صباح باش وصلت ارتحيت، ودابا عاوتاني جيت نطلع لكم. إن شاء الله غتقدروا تقولوا شنو هالشي كنشوفوا. قلت مع راسي بما أنني عيشتكم هاد الأيام في واحد 4 ديال الحلقات على ما أظن تاع من برنامج هذه حكايتي متتاليين اللي كانوا حلقات اليوم سلبيين، قلت علاش لا وأنا غادي في سفر باش أنني نرتاح نفسيا عقليا وحتى قلبيا، قلت علاش ما نديكمش معايا في هاد السفر باش تستفدوا منه، أو باش تفوجوا فيه ولو غير بعينيكم ولو غير بقلوبكم. خبكرتش نديكم معايا من أروع ما قريت من عند الإمام ابن القيم رحمه الله، تيقول لك الوجع ديالك ما يقدرش يتقاسم معك صديق، وما غاديش يتحمل عليك الألم حبيب، وما غاديش يسهر في بلاصتك شي قريب. حاول أنك تعتني بنفسك، حاول أنك تحميها، حاول أنك تدللها وما تعطيش الأحداث فوق ما تستحق، وتأكد باللي أنه حين ستنكسر ما غادي يقدر يرممك حتى شي حد من غير أنت، ولما غادي تهزم ما غادي ينصرك إلا الإرادة ديالك، القدرة ديالك على الوقوف مرة أخرى من بعد ما طحتي ما كيملكها حتى شي حد دائما من غيرك أنت. ما تحاولش تقلب على القيمة ديالك في أعين الناس، حيت شي يقولك إذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفتي نفسك حق المعرفة حتى حاجة ما غادي تضرك وحتى الكلام اللي كيتقال فيك. وما تحاولش أنك تتحمل هم المستقبل لأنه باليد ديال مولانا، ما تحاولش أنك تحمل هم الدنيا حيت في الأخير هي كتبقى في يد مولانا. ما تحاولش أنك تحمل حتى الهم نتاع الرزق لأنه من عند مولانا كيجيبو ويقدر في أي وقت، ونهار كيجيبو كيجيبو لك من حيث لا تحتسب. ما تحاولش أنك تحمل هم المستقبل لأنه بيد الله، ولكن حاول تحمل هم واحد هو كيفاش ترضي مولانا، حيت إذا أرضيتي مولانا راضي عنك وكفاك وأرضاك وأغناك. ما تيأسش من الحياة ولو بكت لك قلبك، وقول يا الله عوضني خيرا في الدنيا وحتى في الآخرة، وبمجرد ما أنك تسجد لمولانا ربي غادي يزيل عليك الحزن اللي في قلبك. بسجدة واحدة كل شيء كيقدر يتبدل. مولانا ما كينساش شي خير قدمتيه آجلا عم عاجلا غادي يعودوا لك. مولانا ما كينساش شي هم فرجتيه، ما كينساش شي عين بكات ومشيتي واسيتيها أو لا سعدتيها. شوف عافاك، عيش حياتك أو لنعيشوا حياتنا على مبدأ واحد، كونوا محسنين حتى وإن لم نلقى إحسانا. وهادشي كامله ليس من أجل الناس ولا من أجل الآخرين، ولكن من أجل نحنا، وحيتاش الله يحب المحسن. حاول أنك ترخي يدك بالصدقة، لأنه بالصدقة مولانا كيرخي الحبل ديال المصائب. واعلم وأخيرا لأنه حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجة لهذاك اللي غادي تصدق عليه بها. وهذا كان كلام خفيف إيجابي اللي كنتمنى أنه ينال إعجابكم وتذوقتوه معنى الذوق. ودابا نقول لكم ما تمشوا فين، وخليني ندوركم معايا واحد شي شوية. سلام سلام. واش عارفين الاسطوره ما وراء هاد لا كونت بلاس اللي هي مساحه مركزيه اللي كاينه في بروكسل؟
العاصمة ديال بلجيكا أو ما تسمى بالعربية الميدان الكبير، لأنه المهندس اللي قادها يقال لأنه انتحر بسبب أنه بان ليه دار شي خطأ في البناية ديالها. أنا ما متأكدش من هذه المعلومة وما لقيتش شي مقال عليها في جوجل، ولكن هذا ما يقال في بروكسل.